فالدكتور حضرتك قلت البرنامج كده، حضرتك تفضلت كده قبل الفاصل قلت احنا بنصلي في الورد بتاعنا بنصلي 100 مره صباحا على المصطفى عليه الصلاه والسلام و100 مره في المساء. نعم. فضل ده، واذا كان في ايضا اشياء مجرد حضرتك كمان ذكرت ان ممكن ادعي بالحاجه اللي انا عايزها اسلم الاول على سيدنا النبي وعلى ال البيت واقول الحاجه الدعاء الحاجه او المساله ثم اختم برضو دعائي وطلبي بالصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام. هو الورد بتاعنا مأخوذ من السنة إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله سبحانه وتعالى 100 مرة. الغين ده زي السحابة كده، اي كلاود ها بيقول لك انا سحابه، فزي السحابه الخفيفه كده الشفافه، انه ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم 100 مرة. اللي القلب له بابان، باب على الخلق وباب على الخالق على الحق، فكان البابين دول ينبغي انهم يكونوا مفتوحين عند رسول الله لانه مامور بالتبليغ. مظبوط. فتيجي سحابه وتقفل باب الخلق زهقان من الناس كده، فيستغفر الله 100 مرة علشان باب الخلق يتفتح يفضل مفتوح. هم دول الزباين اللي عايزين يتعلموا. ابو الحسن الشاذلي قال ازاي سحابه تقفل باب الحق؟ ده رسول الله. فجاءه في المنام وقال له يا علي غين انوار لا غين اغيار. الغين ده انوار قفلت باب الخلق، بس هو لازم عليه التبليغ، فبيستغفر ربنا يا رب اغفر لي وافتح باب الخلق. اما الحق فده مفتوح على طول، لا بتقفله حاجه ولا كذا. يا سائلي عن رسول الله كيف سهى؟ والسهو من كل قلب غافل لاهي، قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله. لأنه مشغول بربنا ما خدش باله من الصلاة، يعني كأن الصلاة التي هي طاعة والتي هي ركن من أركان الإسلام انشغل بالله عنها. فالمعنى العالي قوي ده يارد بقى عند الصديقين وعند الأنبياء طبعا وكذا إلى آخره. طب سيدنا حتى احنا في سورة الحجرات، يعني حتى الله سبحانه وتعالى يعني فيما قال انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيستحي منهم، يعني فمن الصحابة فيعني فينصرفوا، يعني في سورة الحجرات يعني. نعم. ففكرة ان يعني فعلا هل والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. نعم. يعني للدرجة دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان رحيم وكان شفوق وكان في يعني مش عايز اقول حياء، ولكن هو حياء الى هذه الدرجه. ده نبي مرسل يعني، لا حتى كان يستحي اصحابه يقول لهم الحياء خير كله. مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالورد بتاعنا اول حاجه الاستغفار، وشبهه المشايخ بان كاننا بنتوضى، مش الوضوء بيزيل الأتربة بيزيل كذا إلى آخره في السكة كده، وبيهيئني للصلاة. فالاستغفار 100 كأنه أتطهر به. وبعدين الصلاة على النبي هنا بقى 2 كأني بضرب الباب كده، بأطرق الباب علشان يفتح من الطارق. وبعدين 3 لا إله إلا الله، ده دول بنسميهم الأساس. لا إله إلا الله 100 يقول فيها سيدنا خير ما قلت وقال النبيون من قبلي لا إله إلا الله. فاحنا بنستغفر الأول. إيه سبب أوليتها؟ أنها مشبهة بالوضوء. ثم نصلي على النبي. إيه سبب ثانيتها؟ أنها تطرق الباب، لأن وسيلتنا إلى الله هو سيدنا النبي. ثم نوحد الله بخير ما كلمة أنزلها الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، وبذلك تتم العبادة 100 و100 و100. الصبح المساء يبدأ منين؟ من الظهر، من أذان الظهر. يقول لك ده جود مورنينج وده جود أفتر نون. نون أفتر نون ده هو يعني أفتر
يعني بدأنا في المساء. الليل يبدأ من امتى؟ يبدأ من الغروب. يبقى في فرق ما بين الصباح او النهار والليل، ده بينهم الغروب، وفي فرق بين الصباح والمساء وده بينهم الظهر. اول ما يجي بعد الظهر تقول مساء الخير، قبل الظهر صباح الخير. ليه؟ لان المساء يبدا من الساعه 12 كده، اللي هو عاده بيبقى اذان الظهر عند المسلمين. فبالتلاته دول الورد اليومي صباحا ومساء. لانه ابن السني لما جه الف الكتاب بتاعه سماه ايه؟ عمل اليوم والليله، واخد بالك؟ اذكار الصباح والمساء. تملي كان سيدنا النبي يقسم لنا التقسيمه دي، انه في اذكار في الصباح واذكار في المساء.